السلام عليكم الاولاد بسعاده كالعاده رياكت جديده الاولاد اليوم هيكل ماهوش معايا باش نصور مش وحدي الحقيقه فما شكون شي يجي يصور معايا الاولاد تراك اليوم باش نرجعوا لتحت الانقاض ونطلعوا تراك ريد ستار رادي تو مايسان ليتر تو مايسان. لذلك الاولاد قررت نجيب لكم ضيف اول مره باش يكون معنا. ادخل يا شبح ادخل ليتر تو مايسان الاولاد شو اسمع معايا. سلام الغالي قول سلام عليكم. شنو هو؟ السلام عليكم. لا تحية الإسلام مش هيك. السلام عليكم. السلام عليكم. لا شيء ماكش مسلم أنت ماكش مريك. حاسين الأولاد نمشي نسمعوا تسمع معايا معلم. أنت شيء تتحاشم قدام الكاميرا. أنت عمرك عامين وأنت تصور جاي تتحاشم لي تو قدام الكاميرا. إيش فيك كذا أنت؟ تكبروا تفسدوا. ليتس جو مامين. قول ليتس جو ليتس جو مامين. يديزي. قول ليتس جو. ليتس جو مامين. استغفر الله العظيم يا رب. شنو هو مسلم هكا توا؟ 5 سنين انت اش بك رجعت كيما اول مرة عمرك عامين تصور معايا؟ عندك برشا ما صورتش ولا تفسد. ليتس جو مامين. ما معنا حد في الدار اش بك تضحك؟ مناش حاشم. شي خي 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 ليتس جو مامين. قول ليتس جو ياسر تضحك يا معلم. شيء ماكش مريقي تضحك فيا انت ياسر. قالوا نضحك فيك ياسر. لا 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 مانيش نضحك فيك يعني انت ماكش مريقل. انت ما عادش مريقل اصلا. درك كيفاش وليت تسمع ما في الغناء؟ لا لازم. هاي قول ايش قالوا في الغناء يا اعطيني راي. شو الضحك هذا يا تو معلم؟ خليك مركز مع الغناء. هذا واحد اسمه الرادي يغني لولده قاعد معناه كاني اني شنو نغني لك ليك انت فهمت؟ اسمعي اي يا عمي ناق لقت وانا نستنى في الدخل. اش قولك في الغنيه؟ فما بونش لاين هيلا باهية. انت سمعت حاجة انت مازال ما بداتش. انت شنو هو معلم؟ يزي يزي قاعد تخدم فيا باللغة انت. برشا ثلوج يدينا تتروعش سات الدنيا وتحسب تونس غير مجوعة تعوش دموع اكبر من الحاجة والنقص. حط في قلبك تفن ما تبوحش. حط في قلبك تفن ما تبوحش معلم. رجل انا ما تحكيش ما تطلعش ما تحكيش حكايتك للعباد. حط ديما في قلبك واتفن ما تبوحش. شوف مي وسكرك الفحص انت في وسط ناسك مستوحش خاطيك راس العام والرقص. اسمعني انت في وسط ناسك مستوحش خاطيك راس العام والرقص. مريقل مشكل اللي يني نحتفل الاولاد اللي يني نحتفل بيه راس العام. نعمشي نطلع نصهر مع الاولاد. ربي يدينا. خشمك ما كبر تتنقص نفسك غالية حافي سوري تكبالية زوالية خير وما تعرف والية صابر على مركم فالية مولود لتقذف الفرد حر عقلية الراديكالية حق حر وعقلية بسعادة في راسك. مريقل تفهمنا صاحي عجبتك الغنية؟ فما بونش لاين مزيانة؟ قدم اللي هيك أما اللي هيك اش معناها بونش لاين اي؟ صحي تضحك كي كبس على المعدة بحجر سوء إرهابي تطلع من الضر لسه ماكش مختار خاطي بدينتي كثرة الشر. لحظة لهنيش قال لأولاد مولود لتقذف الفر حر عقلية الراديكالية كبس على المعدة بحجر سوء إرهابي تطلع من الضر سوء إرهابي تطلع من الضر. اش معناها اش قصد به؟ معناها كي يطلع يصلي ويطلع ملتزم يطلعوه إرهابي ولا ما فهمتش شو معناه؟ سوء إرهابي يطلع مضطر عقلية الراديكالية كبس على المعدة بحجر سوء
عقلية راديكالية كابس على المعدة بحجر. وهذه يعني صارت قبل في حديث عمر رضي الله عنه، طلع في الجوع وقتها رابط على معدته بحجر من الجوع، وبعث لي لقي الرسول زاد رابطها. معناها فما حديث فيها الحكاية هذه، هذه باهي فهمت. إرهابي تطلع مضطر، أما هذه إرهابي تطلع مضطر ما فهمتش إيش معناها. لزمكش مختار، لزمكش مختار معناها تطلع إرهابي ما تختارش، ما فهمتهاش الحق. تدي انت كثرة الشر تلز العبد يفرقع مطار، تلقى مع القريب عالجار، تلز العبد يفرقع مطار. تدي انت كثرة الشر تلز العبد يفرقع مطار. معلم لديني ما فهمتكش اخونا، فهمتكش اخونا. هل تحكي البلاد تخرجك هكا بالصيف والا؟ هذه ما فهمتهاش الاولاد. تم على القريب على الجار، على الراجل قبل المرات، عشر كان اخوك في الله خاطر وحده اللي مدلك اختار. تعاشر كان اخوك في الله خاطر وحده اللي مدلك اختار. مرقل كن الجماعة دي اللي تلعبوا كلام زيد وشي، هذوما مش مرقلين. صاحبك كان اللي يهزك للجامع وكان اللي تمشي تصلي معاه، والدنيا مريقلة فهمت. أقول العزوزة موشي ماما رد أحيت كتعيت لميمة، شو تقول لها ميمة؟ ندهب ميمة ميمة جاي صحيت هاك، قول لها لميمة مش ماما صحيت. دي موشي أمونة بقدرك وين تويت تتكنس. عيت لي شنو تعيت لي يعني؟ شنو تنادي لي يعني؟ بابا صحيت، رد بالك تنادي لي هيثوم ولا حاجة، كبش تنادي لي نادي لي بو سعادة مليق لها عوت على صاح. صردش بيه تفرش كردونا، هما طلعوا اللوتة تنسونا، رضونا عيشة الاخترين. ما نجيب مايكل مادونا، نجيب أوس مجاهد الذكر. إني ما نجيب مايكل مادونا، إني نجيب مسلم الجمل المعلم. السلام عليكم، امشي كلم العبيد. السلام عليكم. السلام عليكم. صحيت ما شاء الله تبارك الله تبارك الله. And that's when God makes you come, when God pulls you, because I feel like, you know, it's too much money. عجبتك الغنية ولا؟ ايش نوي؟ باهي ولا؟ تكلم ما تحركش راسك، ما يروكش كي تحرك راسك. I mean, nobody should be hitting lotto for 36 million and we got people starving in the streets. That's not idealistic, that's just rich. I know you're rich, I know you got $40 billion, but can you just keep it to one house? You only need one house. بتبيع عراو فما مساجات خشينا برشا في الطرف هذي، لكن ما نفهمش انجلش برشا. If you only got two kids, can you just keep it to two rooms? I mean, why have 52 rooms and you know there's somebody with no room? Yeah. It just 52 rooms، 52 بيت. كان ركز معنا فهموا لو عيشة معاصي شي ما تاها، كان الاثم مقيد كل يوم، كان لقحابة مادة ساقيها، وكان لمبن تعشق الروم. علاش يا رادي؟ علاش طفل باش يسمع بعد ولي طاول اسمع علي طفل؟ علاه؟ تعلاش يا اخونا؟ طو هي اللي ترتو ما يسار. علاش لا حول ولا قوة الا بالله. بلادي الذلة تكبر خليها، وردي بالك تركح وتروم، حنا وهام وشي ما فيها، يحبوك هاي تعبت في بوم، ما تعمل كيف ابوك وتلوم دي مفزدة. رد بالك تعمل كيبوك تبعنيش هين بي صحيت عشولتي. قالك شنو قال؟ قال رد بالك تبع ابوك. صحيت رد بالك تتبع ابوك، راتو تمشي شوف بالك وما يكبتيش مسلم راه هاكا سمعتوه ولا؟ سلع مكزدة يرجع عيونه ما تنم فيها له شي، ناس مترصدة حوانا جابهم تشري لوبانا. البلاد هذيا ولدي كلها طحانة، كلمة طحانة ماهيش حرام ماهيش عيب ماهيش كلمة زايدة فهمت. الطحانة هذوما كانوا روس قبل، هذوما الشان اش كانوا يعملوا؟ كانوا عنا ناس تحارب في الفرنسيس، عاد فما ناس توانسة طحانة هذم يمشيوا يعودوا بهم، مثلا يبدأ متخبي في البلاصة هيك والبلاصة هيك، يمشي يقول له أونا هذاك متخبي غادي اللي حارب فيكم، هذاك اسمه طحان. كلمة طحان طاو ولا عيب في تونس، لكن كلمة فلاقة اللي هي عيب، فلاقة معناها قطع طرق حاجة هيك، هي ردها كلمة يحكيوا فيها في التلفز وفي جديدنا فلاقة ويتفاخروا بها.
لكن هو العكس. كلمة طحان هكا طحان، فهمت بابا؟ نسوى فيهم تشيجع يا شعب طحين، يا الما ما في بالكم الرجلة. سمعتوا ولا قالها؟ يا شعب طحين برشا طحان عندك. يا ما تترانوا حلبوا سعادة قدام أوس، هات المدعم نوت. شقال وش؟ حلب سعادة قدامه يا عمديدك سعاد. سمعتوا يتوكش عملك اسمع بسعادة ولا حلب سعادة قدامه؟ طرحنا احنا بسعادات، احنا قوة واحنا قوية. بكس بكس العضلات بابا. قل لك حاجة. قل لي حاجة. عزيزة بس اجيب لك في الهناء ثقافات ريا باه. يس 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 شو بدخلنا في عكل هذي؟ وزانو تراح يطير في الركح ماما، كانت بتركب الجام وهو مش سادتك بس ترامع، وانتي شارع لي لما تنام، وانتي انتي هصلة هصلة عربي ينسب مقصلة، مش كيفهم انتي لقدر محصلة، وما جابوه بخفيفهم انتي الخريف مش سيفهم اعاصي ابن السامي عالبا. انتي الخريف مش سيفهم، اش معناها انتي الخريف مش سيفهم؟ اسمك انت للدرد الاحوال، ريحك على حشيشك على اوراقك الطايحه، الصيف متاع ناس شقانس، فهمت صاحبي البيه ولا؟ اصير كبرينا في وذنك حفظ المولى تغدى وتسير صح؟ اه وانت صغير كبرنا في وذنك وتحب المولى وتخطأ وتصيب كي الناس الكل كيبوك، مره تغلط ومره ما تغلطش، فما حد ما يغلطش. It's like, you know, everybody need a little help on their way to being, you know, self-reliant. These people should own planes and their people don't have houses, apartments, shacks, drawers, pants. I think that there's when there's hopelessness, people revolt. Because all BS aside, it all comes down to we got to survive. I mean, even warriors put their spears down on Sundays. We got to survive here in this country. We got to You got to survive. This country. أصبر ما صبرك إلا بالله، شد الحبل ما تقطع. أصبر وما صبرك إلا بالله، شد الحبل ما تقطع. الصبر حاجة واو، فهمت عش ولدي؟ وحدة حد ما عندك سواه، حتى لو صباتك مقطع اشتعمل بالسلطان والجاه، مش في الدنيا لازم تتمتع، صلي وكبر جل في اسمه وعا اشتعمل بالسلطان والجاه. ريت الشهرة ولدي، انت تاو مشهور معروف برشا ناس تعرفك. الشهرة سلاح ذي حدين، عادي جدا كيبوك تتلفت تلقى روحك كافر، سلام عليكم كيف متعرفش كيفاش، عادي تلقى روحك بيك وعليك. لذلك لازمك تربح سلاح ذي حدين، وربي حاسبك عليها، يقول لك يا مسلم راني اعطيتك لقبول ولدي، شا عملت بي؟ فهمت ولدي؟ فهمت ولا ما فهمتش؟ او يا بابا شو مخه فين في الكرسي لهني الغادي؟ شي مكش مريقل ومعاش تصور معاي انت، مكش مريقل انت. الكبر فخرة تتنطع، صوت الحق عاللي بيصدع، بلملامة اطلق شعرك عمامة، كنبتك قميصك سيب لحية بلاش حجامة. تسمع ولا؟ كنبتك هيك قميصك سيب لحية بلاش حجامة. اسلامك يسنتو والاسلام هيك يسنتو. قل لي حاجة. قالك طالبي قميصك صحيت، انت عندك قميص ولا؟ عنده قميص ولدي مسلم. اقرا القران بغنته فعلك وحده يشفع لك. اقرا القران بغنته اش معناه؟ وتغنوا بالقران، معناها تبدا تقرا القران رتل، ما تقراش يا بسم الله الرحمن، لا غني وتغنوا بالقران. معناها كيما كي تبدا تقرا في القران ترتلوا، أنا ما تقراش كأنك تقرا في كتاب ولا كأنك تقرا في حاجة عادية، لا القرآن يتغن وتغنوا بالقرآن، يعني تبدا ترتل فيه بسم الله الرحمن الرحيم، فهمت كيفاش؟ ما تقراش عادي معناه كيما تقرا في كتاب عادي. قلب أصحى تقول لي هيكم شنو؟ ما نجيش نقول بسم الله الرحمن الرحيم. لا تجي لازم تقول كيك، لازم في كل حاجة تجي تاكل تقول بسم الله الرحمن الرحيم في كل حاجة، فهمت؟ لكن هذه حاجة كبيرة عليك ولدي، تكبر تتعرف، يعني كي تبدا تقرا انت كيما تقرا قصة ذهبت ليلى للغابة، مش كيما تقرا القرآن. القرآن لازمك تتغنى بالقرآن، يعني ترتلو بسم الله الرحمن الرحيم،
فاهم؟ ايه راحت. كنت في جيلك صدق وين ما تقدر صوم وصلي قوم في ليك وشق الفطر. صوم وصلي قوم في ليلك. انت صغيرة عاد فاطر انت. ايه هاوكا انت بعد كي تكبر ضايرة. صوم وصلي هاي نعود لك. كنت في جيلك صدق وين ما تقدر صوم وصلي صدق وين ما تقدر اعطي لك الولاد الزواولة. اصحى تقول لي هكم كنت في جيلك صدق وين ما تقدر صوم وصلي قوم في ليك وشق الفطر لبنى وتمر. صلي وصوم وقوم في ليلك قيام الليل يعني تقوم قبل الليل تصلي فما ركعتين دي متصليهم قيام الليل وكي تشق فترك شنو تشق فترك على شنو لبنى وتمر خطر دي كي سنة الرسول عليه الصلاة والسلام كان كي يشق فتره يشق فتره على اللبنة والتمر فهمت على اللبن والتمر فهمت صحيح راني ماشي شي من خلق حسها ما هيش رياكت لولاد حس فيها درس بابا بابا الرجل يقول فيها بكلام زيد ولا لا لا هو قال سوس كلمات زيدين على خطر هو معناها تغشش وقتها فهمت كوكو ليه هرادي تحط فيها في مواقف فيها في مواقف محرجة خليلك انا محبة ناس وقدر انت الكر وتعرفي انا مخليلك محبة الناس والقدر الناس تحبك ولا ما تحبك تبدا متعدني في الشارع اقول لك يا مسلم يا مسلم ولا وانت ما تعرفهمش وما يعرفوك انا هذاك اش خليت لك اخوي لا عندي فلوس ولا عندي درجه هو ما كش تورث ما عندي شيء كان محبة ناس وقدر سرت التلفزه فيك معناها انت مخك في التلفزة والبلاي انت ما فيك اه تخليهم فيك عدم ما كان بلاي فيك كان محطوط الغادي البلاي في بلاصتها فيك فيك كنت اوه انت عدمت اسكتوا برص وهي الغادي كاي واني للم لنا الغادي كاي والقناة كملوا نسمعوا ايش بيك يا عمو غير رايك يا عمو هيك الكي تخمر في الحديث صاير مريقل انك بي بيدك دينك عليه تقبض الجمر اسمع ما يبكي مش ما صر ما يطوعو اسمع ما يبكي مش ما صر اسمع اللي بكيك وما تسمعش اللي فرحك خاطر اللي بكيك يردك قوي وراجل وبطل فهم لفلك تب ما يشر ما يبكانيش شكون؟ لا يبكانيش خاطرك قوي لا يبكاني لا يبكاني صحيت اسمع اللي بكيك شو معناها اسمع الحاجة الحاجة الخايبة تسمعش الحاجه الباهيه يعني نجي نقول لك مسلم انت ماكش مريقل انت انت تعمل هيك وهيك ماكش مريقل هذاك اللي يبكيك ما تسمعش كلمه باهيه صحيت صحيت زيد في الحاجه كي هي اعمل كيك اعمل كيك باهي كيك فهمت كلام زايد كاك مش كلام زايد ما النصائح حتى لو كيف يبركوك يحجموك يقرعوك تكتب في جديد مباصوك نحتموك نطيرو بيك ورا الشمس تساولي شمسك انت بلمبوك سوقك في تفوق فيسبوك فك يوتوب واتشافوك البلاد كيف فيها يغلطوك نسوك يوم الحساب تبن تبن الترجمة متاع فاق تبن قلق اليوم الحساب صحي كمركز ريتو انت مشيش في بالكم يغزل التلفزة مركز راه هاوكا قال لك يوم الحساب ايه يا ماوكا قال يوم الحساب صحيت بالك من يوم الحساب واقرا حسابك اليوم الحساب ولدي بنبعت اللوحك ما يخيرك ايمانك طبعا غلاب انت الصيد مذيب ما يسيرك والرزق ربك نواب انت الصيد المذيب ما يسيرك رد بالك ذري عيش ما تخالط شباب ليش ذري عيش ما تخالط شباب جيبك راسك انسى العريبة مصحفك سجادة عودارك دب وسط الطيبة زنارك قيم لذان في دارك زنارك وقيم لذان في دارك تعرف معناها زنار ولا كيما لا عند بابا لطفي هذاك هاوكا عندي منه لداخل زنارك وقيم لذان في دارك كثر من الطاعات كم فعل الخير تلقى في صغارك كثر من الطاعات قول لي يا لافاك الواحد شنو هي؟ زنار تنبع تنبع وقيم لذين في دارك العلم عليه ما نوصي القراية زينة العقول العلم عليه ما نوصي والقراية زينة العقول يا مسلم هاكا متفاهمين من طاو وين ان شاء الله بدنو ما نخليك تجيب عادي مقبول ما تجيني كم تميز اللول اخلي ذي من بعد تجيب لي في القراية عادي ومقبول صاحي شنو قال تميز اللول تجيني متميز اللول يا اخوي ما يهمنيش فيك لازمك تجيني متميز اللول
كملوا نسمعوا. اقموش شهادة جايزة ما ناخولك مريول نجيب لك مجرون من معمل حدادة. ما ناخولك مريول ناخولك مجرون من معمل حدادة. نوض عالديوت عالفاشي زيد مرتشي زيد راشي. اخونا شنية تنوض عالديوت عالفاشي؟ قالك دراسي دراسي. ها؟ قالك دراسي. نوض عالديوت عالفاشي. كلام هذا خطير اخونا. اسمع اسكت. زيد قوم ردك كفر صير لهم كولي بالي كواشي. في ضيف العابر وماشي. بالدنيا شي ما تهزمهم ممكن اليوم تحبوده الداشي. يا ما تشوف لك هاي قالك من الدنيا راهو شي ما تهز وليدي. قالك ماشي بس كي داس وصاب يا وصاب اوس رادي كلا بالاحسن بيت بالاحسن بيت. اش اش السلام معلم ما يعطيني رايك في الغنيه. ايش قولك في الغنيه؟ اقرب اقرب اقرب. شنو هو باهي؟ شنو ايه شنو رايك فما بونش لاين ويت برشا؟ شنو خذيت منها كفكره؟ هو ينصح في ولده مرقله. عجبتك الغنيه؟ ودي تكلم تكلم فرج يا ودي مريقل. عرفنا عرفنا الغنية هيك. انت انت تكلم حبك تكلم احكي احكي اطلب بيع تعلمت منها شوية نصائحها. ايه شي مكش مريقل. هلا وليد هلا غالب ما حكينا شو بارشت لهنا بمسلم في الرياكت. هي دي جا رياكت يعني هو فمش كنت طلبها مني في الانستغرام حقيقة وجيتني الفكرة من هني متاع اني نصورين بمسلم كاو peace and love لوليد برشا حب. نسينا ما قلنا لكم مش لا صحة شريبتكم ولا دعوة لإخواتنا ولا شيء. هاوكا ذكرتكم طوى لوليدك الدعوة لإخواتنا وصحة شريبتكم برشا قلوب وبرشا حب سعادة كالعادة تستحق حاجة غير الفلوس تنجم تعمل عليها طلع في الانستغرام.